الحل الوحيد والأكيد هو إعادة هؤلاء إلى ديارهم. ذكرت أنه بعض المخيمات بها كرفانات دكتور، وسألتك أنا عن بزيبز وعليويسات، تم عمل الكرفانات لأن بالفعل كل الخيم مالتهم تهالكت، وحتى لو أكو كرفانات لكن بدون سقوف. لا، وبالتأكيد عندما يكون كرفان بلا سقف لا يسمى كرفان، هذا يسمى ركام وليس كرفان. المهم يعني ست وجدان، أقول لك بصراحة، اليوم المواطن في بلده والطفل الذي ينشأ يجب أن ينشأ في وطن عنوانه الإنسان وليس خيمة وكرفان. هذا وجود حق استثنائي، ولا يمكن الاستثناء أن يستمر. وجود الكرفانات أو الخيم هو حالة استثنائية. اليوم نتعاون جميعا، وخاصة المؤسسات والوزارات المعنية، بتسهيل إعادة هؤلاء إلى ديارهم. هذا الحل الوحيد. أما بقية الحلول ربما حلول ترقيعية أو تكتيكية، لكن الحل الأساسي هو التفكير الجاد بإعادتهم إلى ديارهم ضمن ظروف موضوعية وعلى الأقل واقعية. يعني لا نريد فقط إعلان وإعلان العودة بدون تحقيق على الأقل بعض الظروف الملائمة للحياة، يعني على الأقل يعود إلى بيته ويشعر بالأمان. ولا بصراحة اليوم ست وجدان، الوطن ليست، وأنت عنوانك نريد وطن، الوطن ليست شعارات، صحيح، ليس لافتات، ليس كلمات فلسفية. الوطن لا يعني إلا الانتماء والشراكة وإنسانية الإنسان والأمان والعيش الكريم، هذا معنى الوطن. وإلا حقيقة اليوم يجب أن يشعر المواطن وحتى النازح أن لديه وطن، وطن على الأقل ينتشله من الواقع المأساوي. نحن يوم مسؤوليتنا، وحقيقة لدينا أيضا قبل فترة زيارة لهم في هذه الظروف الصعبة، وهذا واجب علينا جميعا، وواجب الحكومة أيضا هي تسهيل إعادتهم ومحاولة إغاثتهم. طيب. وتقديم على الأقل ما يمكن تقديمه من ظروف للحياة، ولا اليوم ما يمكن أن نتفرج فقط أو نذرف الدموع نبكي.